السلام عليكم اخواتي، شكرا للتعليقات اللي كتخليوها لي دائما في الفيديوهات. اليوم غادي نشارك معكم واحد الجوله كنا درناها في الاندلس في مسجد قرطبه اللي كان بكري كان مسجد. الحق بصراحه ملي دخلت انايا دخلت هكذا وصافي بالحذاء كان قلعت شنو هي. كان في الاول يبان لي تماثيل وهذاك يعني بحال اللي مغير، تعرفوا التاريخ كان مسجد ومن بعد ولا يمكن فيه نص كنيسه ونص مسجد. كان بزاف التصوير، ها هو هذا الباب هذي عاود. كان فيه حتى لوحات فيهم كتاب العربيه في البرا كاع بزاف، ماشي غير شويه بزاف. ايوا هذيك هي. ومن بعد درت هكذا كلشي كنشوف هاد الاعمده سبحان الله باقيه عاد هكذا كما كان. شوفوا الاعمده ما شاء الله سبحان الله العظيم. كان مسجد هذا، ملي خرجت الحق اللي جاني البكاء قلت له السلام عليكم، ما كنتش نعرف بلي انه كان زعما مسجد. وهاي شوفوا الاعمده ما شاء الله سبحان الله العظيم. هذيك هي وكل شيء غادي نشارك معكم تشوفوا هنايا. ولو انه كان التصوير ما عرفتش علاش كان التصوير شويه وصافي، ما كانش الضواو بزاف مجهد ما عرفتش علاش. المهم كان فيه هادوك وصافي، يمكن داروه على حسب كما كان قديما هكذا. هذا شوفوا هذيك النافوره، ماشي النافوره، الثريات كي كانوا هاد الاعمده بقاو هكذاك، الا اذا كان الترميم لا اعلم، الله اعلم بعلمه، يقدر يكون انهم يرميو وما غاديش يخلوه هكذاك. الدخول كان 35 يورو هكذاك يمكن لا شاك بيرسون، يعني كل شخص. وكانت تما بزاف الناس ماشي غير انايا. هذيك هي صورت من الجهه اللي ما كانش الناس، وكان فيها واحد الجهه كنيسه، لهذا كيقولوا بان كانت مسجد ومن بعد كانت ولات كنيسه في واحد الجهه بعدا نفس الشيء الكنيسه. وهنايا هذا الاعمده وهذا تاع المسجد. وخرجت صافي ما حقا كيجي بالدموع البكاء، قلت السلام عليكم وخرجت صافي. ها هو كل هذا. شكرا للمشاهده، السلام عليكم.